بس انت بص انت وعدتني فوق. هاي الدخل اللي هيجي التلتين الحاجة والتلت ليك. اكيد اتفقنا؟ الحمد لله. ها ماشي. طيب يا سيدي بسم الله الرحمن الرحيم. استلم يا عم ده مفتاحك. امسك بتاع الموتوسيكل بتاعك. مبروك عليك الموتوسيكل. يا رب يا رب. وادي الموتوسيكل يا عم اهو. نزل له يا عم الموتوسيكل. مبروك عليك. مبروك يا فندم. شكرا جزيلا. كل سنة وانت طيب. سنة طيب. عجبك الموتوسيكل ده؟ اه يا باشا. ايه رايك؟ حلو. حاجة مفتخرة قوي. لا حلو. ها؟ لا حلو ما شاء الله. لا واتنين شكمان. ربنا يحفظهم. والله ربنا يحفظهم. ربنا يحفظ لك طريقك بقى. الحمد لله. ننزل الموتوسيكل يا جماعة يلا عشان نشوف يعرف يسوق ولا لا. زي ما شفتوا مصطفى خد الموتوسيكل ومشي. احنا حاولنا نحقق له حلمه والحمد لله حققنا له حلمه. ها مبسوط؟ مبسوط يا فندم. الف مبروك. حققت حلمك؟ الف مبروك الحمد لله الحاج. كله تمام؟ وكل سنه. عاوز تقول ايه؟ عايز اقول ربنا يجازيك على كل خير بتعمله. الحمد لله ان هو حضرتك حققت لي حلمي. وبقول يا رب يكرمني دايما يا رب. قول ما انت بتكرم امك. ربنا هيكرمك. وانا بقول لك فوق لما جينا الاف المكالمات ونختار مكالمتك ده معناها ان امك دعايه. الحمد لله. خلي بالك. الحمد لله ربنا يحفظك يا رب ويجعل يومي قبل ما يومها باذن الله. ربنا يديك الصحه يا رب. يا رب عنا كل خير يا رب. ان شاء الله كده ربنا يكرم عليك ان شاء الله فاتح. نشوفك بقى دليفري كده شغال كويس. كل سنه وانت طيب ورمضان كريم عليك. عايز حاجه ثانيه؟ ربنا يبارك. السلام عليكم. زي ما شفتوا الحمد لله ربنا وفقنا وحققنا لمصطفى حلمه وجبنا له الموتوسيكل اللي هو كان عاوزه. ودلوقتي يعني هيبدا بقى يشتغل دليفري ويصرف على ام والست الاميره الطيبه اللي شفناها واللي هي كافحت 30 سنه بتخدم في البيوت وبتمسح عشان خاطر تربيه هو واخوه. ربنا يحقق لكم كل احلامكم. كلمونا طول رمضان وان شاء الله باذن الله هنحاول نجي لكم كلكم وربنا يقدرنا ونحقق كل احلامكم في حق حلمك. الحمد لله قدرنا النهاردة ان احنا نحقق احلامهم. لكن في ناس تانية تقدروا انتوا ان كنتوا تحققوا احلامهم في رمضان. زي سعادات عبد المعز من السيدة زينب عايزة شقة تعيش فيها هي وولادها لانهم عايشين في الشارع. وتليفونها 236-86-30. ايمان يوسف عايزة مبلغ مالي لأنها أرملة ومش عارفة تعيش. وتليفونها في اسكندرية 03-53-74-944. معز عبد الله من سوهاج من دار السلام عاوز جهاز لأخته المخطوبة. مين يجهزها في رمضان؟ تليفونها 012-208-5187. مريم سالم طه من الأقصر نفسها إن أبوها يطلع عمرة عشان يزور النبي عليه الصلاة والسلام. وتليفونها 011-50-19-73-99. أمل محمد طه. أمل من شبين الكوم منوفية وعايزة شقة لأن بيتهم وقع. وتليفونها 048-222-80427. أنا واثق إن شاء الله إن إحنا زي ما قدرنا نحقق الحلم النهاردة في حلقة النهاردة أنتوا كمان هتقدروا تحققوا أحلام الناس ديت. ورمضان كريم ونشوفكم على خير في حلقة جديدة وحقق حلمك.